وكانت في تلك المرحلة هناك شيء من الريبة وعدم الثقة ما بين مؤسسات الدولة وما بين الجمعيات الحقوقية من جهة أخرى. تمام. وده ليه أسباب كبيرة كتيرة لا داعي في الخوض فيها، لكن يعني على رأسها أن بعض الحقوقيين انخرطوا في العمل السياسي بشكل كبير، ولما بيحصل خلط ما بين العمل السياسي والعمل الحقوقي من حق مؤسسات الدولة أن تترقب وتتابع بحذر ما يحدث، لأنه أنت لست أمام جماعات حقوقية تمارس عمل حقوقي مجرد غير منحاز إلى جماعات سياسية تتلقى تمويل من الخارج، وأسباب أخرى كثيرة. لكن في كل الأحوال استكمالا لحديثي، الدعوة لأن يكون عاما مخصصا في مصر عاما للمجتمع المدني جاء مبادرة رئاسية أيضا في عهد الرئيس السيسي، وقبل يعني على عكس ما كان قبل التلاتين. والأهم من ذلك أن حقوق الإنسان الناس مش واخدة بالها، حقوق الإنسان كفكرة وكمفهوم وكآليات تحتاج إلى دولة قوية، لأنه أنت بتطالب الدولة ومؤسساتها بالالتزام بما وقعت عليه من اتفاقيات تجاه مواطنيها، فلازم يبقى فيه دولة قوية عشان الدولة ومؤسساتها تقدر تنفذ ما التزمت به. قبل 30 يونيو كنا نعاني من حالة فوضى عارمة، كلنا شهدناها وعرفناها عقب 2011 إلى 30 يونيو فوضى عارمة، مؤسسات الدولة تراجعت، فوضى في الشارع، عمليات إرهابية في جميع أنحاء مصر، كل ده ما ينفعش في حقوق إنسان. لكن لما قامت ثورة 30 يونيو وكانت بداية طريق نهاية طريق الهدم لنظام سياسي لجماعة فاشية في لحظة ما استولت على السلطة وبدأنا مرحلة البناء، الآن نحن في مرحلة البناء. صحيح يعني ما بنسابق الزمن لكن عمرنا ما هنعمل حاجة خارقة، نعمل ما يناسب طبيعة اقتصادنا وطبيعة شعبنا وطبيعة إمكانياتنا. الآن نحن أمام قانون جديد للعمل الأهلي، توفيق أوضاع للجمعيات الأهلية 55,000 جمعية، تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأول مرة مجلس النواب هو اللي يرشح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لم يعد قرارا منفردا بيد رئيس الدولة، حضراتكم رشحتونا واخترتوا الأسماء وصوتوا عليها وذهبت إلى رئاسة الجمهورية وصدقت على القرار دون اعتراض. يعني في ديمقراطية أكتر من كده؟ ثم عمل للمجتمع المدني، ثم استراتيجية وطنية، ثم مبادرات أيضا حقوقية صرف. الناس مش واخدة بالها أن مبادرة حياة كريمة هي جوهر حقوق الإنسان، الحق في السكن الملائم، الحق في البيئة النظيفة، الحق في التنقل، الحق في السفر، الحق في الصحة، المبادرات الخاصة بمكافحة الأمراض الوبائية، دور الدولة العظيم في مواجهة وباء كورونا مقارنة بدول عظمى فشلت في ذلك، توفير الأدوات والمسكات، يعني كل هذه هو جوهر حقوق الإنسان. حقوق الإنسان إيه؟ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية. هتقولي طب الحقوق المدنية والسياسية؟ هقول لك ومبادرات العفو الرئاسية دي المقصود بها إيه؟ إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، جوهر الحقوق المدنية والسياسية. صح. هو الحوار الوطني ده حوار على إيه؟ على قضايا مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية لمواجهة دولة زي مصر ما يدور حولها من أزمات وصراعات، عندك حرب روسية أوكرانية، عندك جوائح عالمية، وانت جزء من نظام إقليمي. فالحوار الوطني هو أيضا نقدر نقول هو تتويج لدولة حقوق الإنسان اللي احنا بدنا. ما بقولش ان احنا جنة، ما بقولش ان احنا أحسن دولة في العالم، لازال لدينا مشاكل ولازال لدينا تحديات، لكن هل هذه الإرادة عقب 30 يونيو للتصدي لمشاكل مصر بما فيها قضية حقوق الإنسان؟ هو من الذي أغلق قضية التمويل الأجنبي في مصر؟ قضية التمويل الأجنبي على فكرة بدأت 2011. الناس بس مش 2011 لا. القضية حلت الآن وأطلق سراح جميع المحبوسين، ولدينا الآن إعادة تقييم لكل المواقف، وعندنا نشطاء حقوقيين كان في وقت من الأوقات لكن الآن يمارسوا دورهم والناس بتمارس دورها. ما عندناش حد حقوقي يعني محبوس ولا حد بسبب قضية التمويل الأجنبي اللي شغلت العالم كله على مدار 10 سنوات انتهت. كل ده بيقول ان احنا على بداية الطريق الصحيح. ايه هو الطريق الصحيح؟ ان تشارك المنظمات الحقوقية باعتبارها منظمات مدنية مؤسسات الدولة في عملية التنمية الشاملة.